طيب، صباح الخير يا شباب. احنا توقفنا المحاضرة الماضية عند خدنا النوعين اللي هما البريدث والدبث، صح؟ وصلنا عند الدبث ليميتد، شفنا الخصائص تبعته الدبث ليميتد. الفكرة تبع الدبث ليميتد انه احنا بنشتغل نظام او بنستخدم الدبث فيرست الجوريثم، بس بنعطي ليميت للدبث اسمه ال. يبقى انا في عندي باراميتر جديد حيدخل، انا عندي في البي والام والدي، دخل ال ال، تمام. طبعا انه هذه عباره عن كومون اي اي استراتيجي لما يكون في عندي هنا ريسورس ماونت، انه في محدوديه في المصادر تبعتي من ناحيه ذاكره او من ناحيه سي بي يو. الفكره تبعته انه انا بشتغل انه انا بعمل بشتغل دبث لغايه مستوى معين، تمام. اذا خلصته ساعتها بصير بشتغل انه بروح بنتقل للمستوى اللي وراء. بس بدي انه انت تكون منتبه انه انا في عندي تو الجوريثمز اللي هو depth limited والiterative deepening search. هدول الاثنين بيستخدموا، يعني iterative deepening search بيستخدم depth limited search، فبالتالي هدول الاثنين بتم استخدامهم مع بعض. بمعنى انه انا بستخدم depth limited search بشكل iteratively، تمام. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال لو احنا حطينا انه نجرب الiterative deepening search وحطينا limit للدبث ليميتد، القلب بتساوي زيرو، فبالتالي انا عندي الليمت بتساوي زيرو، في عندي بس هاي الروت نود، تمام. فيش عندي اي يعني انه القلب بتساوي زيرو، فبالتالي خلاص هاي النود بعملها فيزيت وبعمل ستوب خلاص. طب لو حطينا القلب بتساوي واحد، تمام، فانه هاي المستوى الاول انه بتوقف بوقف لغايه هنا، بوقف لغايه هنا انه بشتغل نظام depth. فبالتالي انا عندي الاي بعمل اكسباند ل بي وسي، بي بشتغلش انه انا بعمل اكسباند لها. شو السبب؟ لانه الليمت بتساوي واحد، خلاص قلنا ستوب لهنا، فبالتالي زي كانه بشتغل depth مع breadth في نفس الوقت. هذه الشغله حتبين لما يكون ال بتساوي 2، تمام. فبالتالي هيك انت بتكون انه عملت traverse لكل النود والليمت انه عندي واحد. طيب نشوف الليمت لما يكون 2، فهي المستوى الاول، تمام، هاي المستوى 0 عفوا، هاي المستوى 1، هاي المستوى 2. فبالتالي زي ما انت شايف هاي حاطط خط هنا انه هاي الليمت تبعي. فبالتالي الانتقال الخطوات انه انت بتكون عندك التري زي هيك، هاي بتصير شكلها في الستيب اللي وراها، هاي بتصير زي هيك في الستيب اللي وراها وهكذا، تمام. وهذه بتيجي هنا هيك، واضح. طيب نشوف كيف بيشتغل. انا عندي الليمت بتساوي 2، معناها عند التري هاي كلها ايش النظام، ايش الالجوريثم اللي انا بشتغله؟ دبث، دبث فيرست سيرش. معنى ذلك انه انا ايش بشتغل؟ انا عين عندي الاي بعمل اكس، بروح لبي، بي هي اللي بعملها اكسباند، بطلعش للسي خالص، بي هي اللي بعملها اكسباند، تمام. هاي انا عندي دي واي، تمام، بروح بعلمهم هاي هم بالاسمر، هذه لا مش السوليوشن، هذه مش السوليوشن، تمام، هذه مش السوليوشن. ما اشتغلتش دبث كمان انه دي رحت عملت لها اكسباند هنا كمان او هاي بالضبط، خلص خلصنا الليفل هنا. فبالتالي بروح بنتقل بشكل عرضي بشكل بريدث، تمام، بروح للسي. كل نود انا بعملها انه بخلص، خلصت ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل كمان مستويين زي هيك في الشجرة، عشان هيك بنسميه iterative deepening search. يعني واضح يعني إيه انه كيف التو algorithms بيستخدموا او iterative deepening search بيستخدم جواته depth limited، وهذا الكلام واضح في الالجوريثم زي ما ورجيتك هنا، انه اي اسم من دلالة iterative deepening search بيستخدم جواته depth limited search، فبالتالي بياخد levels انه 2 2 وهكذا.
طب لما يكون الليمت انا عندي 3 زي ما انت شايف، هيو حاطط 3 مستويات، حاطط خط هنا ماشي، هيو نظام ديبث، خلص المسار الديبث هذا كله، ساعتها بدا يطلع انا عندي في عفوا خليها هنا، خلص هذا كله، هذا الدبث، هذا العمق كله او هاي السب تري كلها، بعدها بدا يطلع في السي انه يعملها اكس مان بهذا الشكل، هاي المستوى لما يكون انا عندي ليميت 3. اوكي طب قديش انا عندي البرانشينج فاكتور؟ انا عندي بي 0 بي 1 بي 2 لغايه بي دي، طبعا مجموع هدول الفاكتورز كلهم مع بعض. طبعا لما تكون انت عندك البي 10 والدي 5 والدي 5 إيه، انت لو بتشتغل ديبث ليميتد سيرش ايتريتيف ديبنينج سيرش اللي هو اصلا جواته بيستخدم ديبث ليميتد سيرش، انت عندك النمبر اوف نودز يعني تقريبا انه في عندك اوفر هيد في الايتريتيف ديبنينج سيرش. الخصائص تبعته كومبليت يس، التايم بي مرفوع على القوة دي، والسيرش سبيس لينير بي في دي، واوبتيمال يس اذا كانت الستيب تبعت الكوست 1. هذا الكلام ذكرناه سابقا اللي في حال انه خريطة رومانيا انه ما بينطبقش عليه هذا الحال، لانه الانتقال من مدينة لمدينة مش نفس الكوست، كل واحدة لها كوست مختلفة. طبعا هذا السمري اللي بيقارن بين كل الالغوريثمز. تمام، من ناحية الاربع خصائص هذول، اوكي بدي اياك تطلع هنا على الكتاب انك هنا في الكتاب حتلاقي فيه جدول. هذا الجدول في صفحة 83. هنا بيورجي لك انه time and memory requirements للpre-death best للبريدث فيرست سيرش. تمام، إيه انت عندك طبعا هنا مثبت البي بتساوي 10. تمام، ايش راح ايش كان يغير في الدي؟ تمام، فبالتالي لما تكون الدي 2، لما يكون العمق 2 4 6 8 10 12، شوف كم نود بحتاج. هاي 110، لما زدت الدبث انت عندك 4، شفت كيف القفزه انت عندك في عدد النودز 11000، ولما صرت 6 صار في عندك 10 مرفوع على القوة 6 مليون. وهنا الميموري ريكويرمنت انه هنا 107 كيلو، هنا 10 ميجا، بعدين من 10 ميجا قفزت ل 1 جيجا، وبعدين هنا 103 جيجا في حال انه كان الدبث انت عندك 8. فمتخيل قديش الكومبلكسيتي تبعت هذا الالجوريثم كسيرش سبيس. طبعا بالارقام هذه هي اللي بتوضح لك هاي الشغله. على ما اعتقد في جدول ثاني برضو بدي اياك تطلع عليه عشان انت تستوعب ايش معناه انه سيرش سبيس كالجوريثم.
هنا بعد ما نخلص الإشطار في برضو جدول تاني بس ممكن نلقي عليه نظرة الآن، اللي هو هذا الجدول. هذا عبارة عن comparison للcost and effective branching factor for iterative deepening search بالإضافة لـ A-star. A-star لسه احنا حناخده يعني كمان شوي حناخده، تمام؟ طبعا هنا بيطبقوا على الـ 8 بازل، وهنا various length للـ D، معنى ذلك انه الـ D هنا جربها مختلفة. هاي الإتريتيف ديمينينج سيرش كل مرة في الدي إنه هاي 10 112 600، تمام؟ طبعا هذه الكوست إنه حسب الكوست قديش بهذا الشكل، وهنا إفكتيف برانشينج فاكتور. لاحظ بعد هنا إنه الأرقام هذه إنه بطل في عندي حل، لكن هنا في الإي ستار ضايل في عندي إنه بقدر أحسب الكوست، لكن هنا أنا بطلت أقدر أحسب الكوست. طيب نيجي للجراف. احنا كل هذا الكلام اللي احنا اخذناه سابقا كان على التري، صح؟ وكانت المشكلة انه في التري انه انت بتتحرك في اتجاه واحد، انه من نود لنود تاني بتقدرش تتحرك. يعني انت عندك في الجراف انت في عندك edge ممكن تتحرك باي دايركشنال، ممكن تتحرك في الاتجاهين، تمام؟ فالفكرة في الجراف سيرش انه احنا نتخلص من التري انه ما يكونش بشكل هيراركيكال، انه يكون في عندي روت، فبالتالي انه طريقة الاكسباند بتكون بهاي شريط بهاي الطريقة، انه انا عندي هاي الروت نود زي ما انت شايف اللي باللون الاسود، هيها هذه عبارة عن النود اللي بدنا نعملها اكسباند، وهي اول نود وهي الروت نود، تمام؟ و اللي باللون الابيض هذه بسميها فرونتير نود، النودز اللي على الحدود او على الحفه، اللي انا متوقع انه انا ممكن اعملها اكسباند، بدي اختار واحده منهم، يا بختار يا هاي يا هاي يا هاي يا هاي بهذا الشكل. طبعا هو اختار النود اللي فوق زي هيك، النود اللي فوق، تمام؟ خلاص هذه انت معلمه عندك بالاسود، تيجي تقول انا ممكن اروح بهذا الاتجاه او هذا الاتجاه او هذا الاتجاه، ليش؟ لانه انت عندك جراف، فبالتالي انت بتكون عندك الفرونتير نودز ثلاثة، هاي واحد، تمام؟ اثنين ثلاثة، بالاضافة للنودز اللي كانت من الستيب اللي وراها بهذا الشكل، تمام؟ وممكن تنتقل بعد هيك انه انت تعمل اكسباند مثلا لا نود معينة بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، إنه يكون في عندك زي هيك. طبعا الجراي اللي هم كلهم هدول، شايفهم هدول كلهم، هدول كلهم زي هيك، هدول كلهم unexplored nodes بهذا الشكل. فبالتالي أنت في عندك في الجراف ثلاث أنواع من النودز، اللي هي unexpanded node البلاك، الفرونتير نودز اللي انت ممكن انه انت تعملهم اكسباند اللي هي باللون الابيض، بالاضافة للجري اللي هي الانكسبلورد نودز، تمام؟ هيك بنكون خلصنا هذا الباب الثالث اللي بيكون اللي بيحكي عن الانفورمد سيرش الجوريثم. حكينا فيه بشكل اساسي انه احنا كيف نعمل بروبلم فورميليشن، وزي ما ذكرت هذا محل اسئلة بالنسبة لكم، انه احنا بدنا نشوف كيف نعمل فورميليت للبروبلم عشان اقدر اطبق عليها السيرش الجوريثم. طبعا هذا الكلام بتطلب انه نعمل ابستراكشن، او بمعنى اخر بعمل ريلاكسيشن للبروبلم. ايش يعني ريلاكسيشن للبروبلم؟ انه انا ببسط القيود او بعملها ابستراكشن، بشيلها من بشيل التفاصيل من البروبلم عشان انه ابسطها اقدر اني اعملها فورميليشن عشان اقدر اطبق عليها الـ Uninformed Search Algorithm، تمام؟ نعم. كيف؟ لا هي مش C، هي في كل واحد هايهم. تعال اطلع هنا، انت عندك هنا انه النود البلاك هذه انه اكسباند، هذه اوريدي عملنا لها اكسبانشن، انه انت عندك هذه النود وهي 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 اربع نودز،
تمام. الوايت هي فرونتير نودز. ايش يعني فرونتير نودز؟ نود على حدود، يعني بمعنى اخر انه انت يعني انت وصلت لها وممكن تعملها اكسباند، فبالتالي ممكن تعمل اكسباند لهاي او هاي او هاي او هاي. الجري اللي هي اللي باللونها باللون الرمادي، واضح انت عندك على السلايد شايف كيف لونها باللون الرمادي، اللي هي بقيه النود هذه كلها في الجراف. هذه unexplored node. لسه أنا معنى ذلك إنه أنا في النود هذه بقدرش إنه أنا أعمل visit لهاي النود لأنه unexplored، فيش عندي connection مباشرة لإلها بالضبط. هجيت هذه A إنه أنا عملت expand لهذه النود اللي في النص، تمام. في B رحت اخترت هاي تحديدا وعملت لها expand. في C رحت اخترت نود ثانية وعملت لها expand بس. أوكي، في حدا عنده سؤال في الـ Uninformed Search أو الـ Problem Formulation؟ هدول الموضوعين المهمين. ما فيش أسئلة، تمام؟